اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين. تعالوا نرحب سوا بنجمنا اللي منورنا ومشرفنا النهارده الخلوق والقدير كابتن حماده صدي. مساء الفل يا كابتن حماده. مساء الخير يا كابتن احمد، ربنا يخليك حبيبي. وحشني، اخبارك ايه؟ كنت والله الحمد لله كله تمام. كله تمام الحمد لله. سؤال بعنوان باستفهام، اين حماده صدي؟ موجود. اما انت منورنا. الله يخليك. بس الناس متعوده دايما بتشوف حماده صدقي مدرب وانديه كبيره ومنتخبات وانديه خارجيه وانديه داخليه ونتائج محترمه جدا. ما شفتش مثلا عبر التاريخ اللي لم تخن الذاكره وصحح لي انه في فريق هبط معاك، بالعكس النتائج كلها ما شاء الله قريب من بطوله الدوري والكاس مع سموحه، ما يشبه المعجزه مع الجونه والبقاء بشكل محترم في الدوري العام. نتائج في كتير جدا دجلة من الانديه مع وادي دجله، يعني حتى كنا بنسميه وادي صدقي. انا فاكر انا وايمن يونس، سميناه وادي صدقي مش وادي دجله. لما كل ده وما شاء الله وانت في عز تالقك وتوهجك زي لعيب الكوره يعني متوهج، وفي الاخر بلاقيه مش موجود، اكيد بيبقى فيه اسباب. والله انا مش عارف سبب معين، ولكن يمكن بعد موضوع الهلال السوداني الدنيا ما كانتش مظبوطه بشكل كويس. بتترشح في اماكن كتيره جدا. ايوه. وما بيحصلش نصيب. بس يمكن فوجئت بصحفي بيكلمني، ثلاث صحفيين كلموني يعني بيقولوا انت بتطلب كتير ليه؟ سمعت الكلمه دي برضه. قلت لهم اطلب من مين؟ ما حدش كلمني خالص عشان اطلب. قال لك لا ده اتقال في نادي الفلاني اللي انت كنت عايز مبلغ، او مبلغ يخلي الناس تتضايق، مش مبلغ كبير وخلاص. لا ايه، خليهم مبالغ قوي. ايه ده؟ فحتى واحد قال كلمه، مش لما سمع الرقم قلت له رقم ايه؟ انا ما وما يكونش اصلا اتكلمت في ارقام ولا اتكلمت مع حد ولا حد كلمني. انت بتلاقي نفسك مترشح مثلا في نادي سين، ده صحيح، نادي صاد. ففوجئت بقى الراجل اللي صاحبي بيكلمني، ثلاث صحفيين كلموني. مشكلتك بس يا كابتن انت بتطلب، ما طلبتش حاجه يعني، ما طلبتش حاجه. لا ما بتكلمش في الموضوع ده. اخر حاجه عندي بتبقى ليك حاجه معينه، ولكن ما اتكلمتش مع حد يعني. ما حدش اتكلم معايا. لا اصل انت كنت ماسك بجهاز معين وهم كانوا عايزين يدخلوا تروب من مين وفين. ما حصلش الكلام ده خالص. فلسه النصيب ما جاش عادي يعني. عندك من المرونه ما يكفي للتفاوض. طبعا طبعا طبعا. اي مدرب كده، مش حماده صدقي لوحده، اي مدرب عنده من المرونه بتبقى عارف في نادي امكانياته محدوده. ده صحيح. وحصل كلام مع بعض الانديه محدود الامكانيات. برضه بتتكلم في امكانياتهم انت يعني، برضه انت بتفكر انت تبقى متواجد وتعمل حاجه يعني. برضه الشطاره بتاع المدرب، انت بتروح مكان الامكانيات محدوده فنيا وماليا، هتعرف تعمل ازاي تقدر تعمل حاجه فنيا يعني. علاء عبد العال السنه دي، بالامكانيات دي عامل حاجه، عامل حاله بالظبط كده. يعني كسب ماتشات كتيره بشكل كويس. صحيح. فدي الشطاره يعني، دي الشطاره بتاع المدرب، ان انت امكانيات فنيه شويه اقل من والامكانيات الماليه برضو اقل شويه، ولكن بتقدر تعمل حاجه تقول اهو يعني. لغايه اخر وقت فيه. صحيح. بيصارع لاخر وقت. صح. يعني عنده امل. فده كويس يعني. ده المدرب بيتفرج على المدرب بيقول بيعمل حاجات في الملعب، بيظهر امكانياته، شخصيته موجوده في الملعب من خلال التكتيك في الملعب والحاجات دي. فده مهم جدا يعني.